سلام سلام شبيك شبيك خير خير جيت والله جابك ولادي شكو عيوني الزغوش وقلوب الناس يسوي ددم بس قلبي بدي يسوي ددم شم ترططح صوت الشريان لا صوت القضاء سلام الحق لعمي سلام وديني المستشفى لا اخابر لك الاسعاف ويجون ياخذوك المستشفى اطمئن خابر الاسعاف في خدمة الشعب الاسعاف في خدمة الشعب الو السلام عليكم اسعاف احمد والديك هذا رجال خطيه متخربط وما عاد له افتح كاميرا كلش مو زين وضعه كلش مو زين افتح كاميرا اي بابا ماك شوف 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 وضعه كلش مو زين تعال بسرعه احمد والديك اي بسرعه رحم اسرع عجل فطوه قال ثواني ونجي فطوه قال ثواني بس استرخي عمو استرخي لا تخاف اهم شيء انه تسترخي ما بيك شيء ما بيك شيء الحق لي سالك وين معقوله مرتي قالت لي روح جيب لنا كراسه بحديد خربطت هاي كارثه مو كراسه بدي استرخي استرخي اسرع يجون الاسعاف فط واروح له فرو استرخي استرخي حجي فرو واروح استرخي اجا اجا ريطني شف ريطني اجا اجا فضلو من المريض هذا رجال خطر انا عمو فضحه كلش مو زين انا خير عمو شبيك نزل اجيب كرات شنو كرات اي تخربطت واسد اشوفك واحد وربع عيوني تغوش تغوش صدق رحمه والديك ما دام جيتو شو نوبات تصير عندي اسم الله عليك دوخه ويش والم مفاجئ يعني هاي عد ليش عمو يعني دوخه بس دقيقه خليك دقيقه يا بس دقيقه يعني دوخه اي الم مفاجئ والم يعني هذا تعب جهد راحة زينه سفره زينه ترجع تمام والله والديك عمو عمو هسه اجت شغلتك وين شغلتي؟ يا معود بدي اروح لك بدي اشوفك اثنين ونص راح اموت الحقوني خاطر الله قلبي بدا يدق بدل ما يدق قام يرقص استرخي لحظه بحسوي رحم الوالديك يعني انا راح استغل وجودكم شوف نوبات ايش يصير عندي مثلا عين تغوش وما اشوف يعني ذاك اليوم لدرجه انه دا امشي واكو حجاره عثرت بيها تخيل ما شفت الحجاره عين تغوش ما اشوف يعني متغوش بالليل بالنهار كل الاوقات كل الاوقات طبعا عندك ضعف بصر يراد لك نظارات طبعا انا هذا الموقف عمري ما راح انسالك اياه شوف شلون نسيتك بس استرخي ماكو شيء عمو 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 رحمو شوف طبعا دائما يذكرني بمواقف يعني جاي زين استغلت الفرصه بس لحظه لان انا اسم الله عليك شي يصير عندي نوبات نفسي يضيق يعني يصير عندي ضيق بالنفس وقلبي شلون هسه يعني صار بس ضيق عندك بالضبط لازم نروح المستشفى اصعد عيني اصعد راح من والدي اصعد الوعده راح وضع راح يموت الرجال اصعد يعني وضع اطلع بدل مو اطلع عادي وانا باش اروح المستشفى سياره مال زبيب